بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور محمد جمال. النهارده هنتكلم في الفيديو ده عن حاجه بتخص الحيوانات الاليفه اللي هي القطط والكلاب. في مشاكل كتير قوي بتقابلهم، من ضمنها اللي هي الحشرات الخارجيه. فلو حضرتك بتربي قط او كلب فالفيديو ده هيفيدك، فتابع معايا وما تروحش في اي حته. مبدئيا يا جماعه، الناس اللي هي بتهتم بتربيه القطط والحيوانات، حابب اديكم النهارده علاج بيساهم في القضاء على الحشرات الخارجيه اللي موجوده على الجسم. العلاج ده يا جماعه ساحر بكل المقاييس، تمام. العلاج ده اسمه ايه؟ فيبرولينت. الماده الفعاله فيه اسمها فيبرونايل، تمام. الماده دي يا جماعه بتقضي على جميع التكس او الفليل اللي موجود على الجسم من بره، تمام، اللي هي البراغيث والقراد وكل حاجة اللي موجودة واليرقات اللي موجودة على الجسم من بره. ازاي بنستخدم المادة دي؟ المادة دي بتترش على ما بين الكتف كده، تمام، وبنصبوها يوم بحاله على جسم الحيوان، تمام. دي بتدي حماية لمدة شهر، تمام، وبتدي وقاية لمدة شهر. فالمادة دي ممتازة جدا جدا. لو تقريبا العبوة دي ممكن تكفي كذا مرة يعني. فالمادة دي ساحرة جدا بكل المقاييس في علاج الاكسترنال بارجايت في الحيوانات. شكرا.